نتكلم عن الثورة دايما، الثورات العربية والثورات العالمية من منظور الثورة دايما. في الحقيقة يعني لما نيجي نتكلم عن الثورة دايما هو ده مش من باب الرفاهية النظرية يعني، ومن باب الثقافة المركزية أو عادة مثقفين ثوريين يعني كده. الثورة دايما موجودة وما زالت تصرف إنها تعمل في الوطن العربي خصوصا، لأن هي قائمة أساسا على نظرية أو مصطلح اللي قاله ليون تروتسكي للتطور المركب لا متكافئ. ده بينطبق على البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، زي كان أيام تروتسكي بينطبق مثلا على روسيا والتركية والهند ومصر والصين، بينطبق حاليا الوضع ده على معظم بلاد الشرق الأوسط. في الحقيقة يعني تروتسكي كان يقصد بمصطلح التطور المركب اللامتكافئ ده ان هو دول في دول خاضت في تطور النظام الرأسمالي، خاضت في تطور النظام الرأسمالي خطوات طبيعية اللي هي قلة ثورة برجوازية على الإقطاع، أنهت علاقات الإنتاج الإقطاعي ووسعت الأرض على الفلاحين وبدأ نمط إنتاج رأسمالي طبيعي يعني. الدول اللي ابتدت في الأول دي اللي هي الدول الرأسمالية الكبرى زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وكان البداية في الأول إنجلترا بالأساس يعني. بعد كده قسمت العالم منها لإمبراطوريات استعمارية. البلدان اللي وقعت تحت السيطرة الاستعمارية دي أو سيطرة الدول الرأسمالية الكبرى دي ما خطتش في نموها نفس الخطوات اللي خطتها الدول الرأسمالية الكبرى، وبدأت الرأسمالية فيها تكون مشتتة. على سبيل المثال مثلا اللي حصل في روسيا، بس احنا يهمنا اللي حصل في مصر ضرر. اللي حصل في مصر ان البرجوازيه مش نشأت كطبقه مستقله وقضت على وقامت بثوره برجوازيه على الاقطاع وعلى الملاك الاراضي، لا، اللي حصل ان الطبقه البرجوازيه دي ولدت من رحم الاقطاع، كان اولاد ملاك الاراضي هم اللي بيفتحوا المصانع، وكانت مرتبطه ارتباط وثيق بالامبرياليه الغربيه. ارتباطها البسيط بالامبرياليه الغربيه ده اثر بعض التاثيرات، من ضمنها ان هي ولدت طبقه متردده غير قادره انها تنجز مهام الثوره الديمقراطيه اللي هي منها البرلمانات، حقوق الديمقراطيه، بعض الاصلاحات الاجتماعيه، توزيع الاراضي على الفلاحين، بعض الاصلاحات الاجتماعيه بالنسبه للعمال زي تحديد ساعات العمل مثلا زي حد ادنى واقصى للاجور، الحاجات دي كلها ما قدرتش تعمل ده. فهو ده الوضع اللي بنسميه التطور المركب اللامتكافئ. طب خلينا بقى في الخلفيه اللي ابتدت منها نظريه الثوره الدايمه دي اللي ابتداها ليون تروتسكي. ليون تروتسكي كان الوضع في روسيا عنده ان هي موجوده بشكل مركب ولا متكافئ علاقات انتاج اقطاعي، في مجموعه من الاقطاعيين مسيطرين على الدوله القيصريه، وفي نفس الوقت في برجوازيين، في اصحاب راس مال موجودين في نفس الوقت معاهم، مرتبطه مصالحهم بمصالح القيصريه، ومرتبطه مصالح الاثنين بمصلحه الامبرياليه وخصوصا الالمانيه منهم. فكان في المركزيين الروس ايامها كان عندهم اطروحات، كان في ثلاث اطروحات متبلوره كده، كان في اطروحه للمناشفه، وفي اطروحه للبلاشفه، وفي اطروحه خاصه بتروتسكي اللي بعد كده تبناها لينين وحزب البلاشفه من بعد. كان راي المناشفه هو الراي المركزي الكلاسيكي اللي هو كان عبر عنه انجلز، اللي هو البلدان المستعمره او شبه المستعمره محتاجه الاول انها تنجز ثوره ديمقراطيه زيها زي اي بلد تاني زي فرنسا مثلا والمانيا، وبعد كده الثوره الديمقراطيه دي تاخد وقتها يحصل فيها اصلاحات للطبقه العامه، يحصل فيها تطور للنظام الراسمالي، يحصل فيها كبر كبر نوعي لحجم الطبقه العامله في البلد دي، وبعد كده تقوم الثوره الشبكيه. ومن هنا انطلق المناشفه، المناشفه قالوا ان الثوره الجايه في روسيا هي ثوره ديمقراطيه برجوازيه. الثوره اللي جايه في روسيا هي ثوره ديمقراطيه برجوازيه، بمعنى ان البرجوازيه الطبقه البرجوازيه هي اللي هتقوم بالثوره، ومن خلفها العمال والفلاحين. بس العمال والفلاحين مش هم اللي هيقودوا الثوره، البرجوازيه هي اللي هتقود الثوره تحت ضغط البروليتاريا والفلاحين والبرجوازيه الصغيره.
وابتدينا في ده، وما كانش فيه اي في رؤيتهم اي استقلال واضح للطبقه البرجوازيه للطبقه العامه، بمعنى ان هم كانوا ممكن بعد كده في اثناء الثوره الروسيه دخلوا في حكومه كرينيسكي، دخلوا في حكومه الكاليت، تحالفوا تماما مع البرجوازيه بداعي ان الثوره اللي جايه دي ثوره برجوازيه ديمقراطيه لازم تقوم بيها البرجوازيه. طبعا وقالوا في نفس الوقت راي اتفق عليه معظم الماركسيين كلهم ان الفلاحين كطبقه ما ينفعش يكون ليهم موقف مستقل، بمعنى ان هم لا ينحازوا للطبقه العامله لا ينحازوا للبرجوازيه، بس ما قاش فاختاروا طريق ان هو طبقه الفلاحين لازم تنحاز للبرجوازيه عشان ننجز مهام الثوره الديمقراطيه. طيب راي البلاشفه كان ليهم راي تاني، البلاشفه اعلنوا ان الثوره الجايه في روسيا تطابق موقفهم مع موقف البلاشفه ان الثوره الجايه في روسيا ثوره ديمقراطيه برجوازيه، بمعنى انها ثوره هتقضي على الاقطاع وهتوزع الاراضي على الفلاحين، بس مش هتبقى ثوره اشتراكيه، هتقدم بعض الاصلاحات للعمال. كان لين موضحها في المقالات ان هي حد عدد ساعات عمل حد اقصى 8 ساعات وحد ادنى للاجور بس، وتوزيع الاراضي على الفلاحين وبعض الحقوق الديمقراطيه زي جمعيات اساسيه للدستور والبرلمان. بس البلاشفه اختلفوا عن المناشفه في موضوع ان البرجوازيه الروسيه والبرجوازيه في معظم البلدان المستعمره وشبه المستعمره هي برجوازيه منحطه، برجوازيه رباعيه مش ثوريه، بمعنى انها مش هتقدر تقود ثوره، فالطبقه العامله عليها انها تقوم بمهام الثوره الديمقراطيه، وده ينطبق عليه الحال في مصر مثلا. تروديسكي كان ليه موقف مختلف، قال ان الثوره لم اتفق تماما مع البلاشفه ان الثوره الجايه هتكون ثوره ديمقراطيه برجوازيه، وان الطبقه العامله وفي قياده الثوره دي ومعها الفلاحين هم اللي هيقوموا بالثوره الديمقراطيه دي. بس في نفس الوقت لما نقوم بالثوره الديمقراطيه في تناقض بقى، لما نقوم بالثوره الديمقراطيه العمال يبقوا على راس السلطه، في نفس الوقت هم ماسكين السلطه السياسيه، بس في نفس الوقت هم مستعبدين اقتصاديا، وشاف في تناقض اساسي بين ده وده، وهو ده معنى الثوره الجايه، في تناقض بين وجود العامل على راس السلطه وبين وجوده في مصنع بيستغل من الراسمال، يطلع منه فائض قيمه للراسمال، بيشتغل عدد ساعات اكتر من المرتب اللي هو بيعمله، شاف التناقض ده، فقال ان الثوره الديمقراطيه هيتم انجاز مهامها وفي نفس الوقت هتبقى ثوره دايما تستمر لغايه ثوره اشتراكيه، لان في تناقض بين وجود العمال في السلطه السياسيه ووجودهم ومستعبدين اقتصاديا. تمام. البلاشفه كان ليهم اعتراضات، كان اختلفوا، لينين اختلف مع تروتسكي في بعض الحاجات. قال ان السلطه الطبقات اللي هتقود الثوره هي العمال والفلاحين. وهيبقى في حاجه اسمها الديكتاتوريه الديمقراطيه، بمعنى ان العمال والفلاحين هيشتركوا في حكومه تنجز مهام الثوره الديمقراطيه. تروتسكي اختلف معاهم، قال ان ده مش صحيح، لان طبيعه الفلاحين ان هم ما لهمش موقف مستقل، ما لهمش موقف سياسي مستقل، لان الفلاحين متقسمين كذا شريحه، في طبقه كبار الملاك، في طبقه المعدمين، في طبقه الملكيات الصغيره، مش طبقه في حد ذاتها، وده بيرجع بينا تصور ماركس عن الفلاحين، ان هو قال ان طبقه الفلاحين زي شوال من البطاطس، بيجمعهم شوال اللي هو الطبقه، بس في نفس الوقت هم جوه الطبقه دي متفرقين، ما لهمش مصالح طبيعيه واحده، متقسمين بالمصالح طبقيه ادنى ومصالح طبقيه اعلى. ده يرجع بينا للوضع المصري، ان هو احنا الاستالينيين او الماركسيين الكلاسيكيين كانوا دايما بيقولوا لنا ان الثوره المصريه لازم الاول يبقى في ثوره ديمقراطيه مش ثوره اشتراكيه، وبعد كده بعد الثوره الديمقراطيه دي بفترات يحصل ثوره اشتراكيه ويحصل استيلاء الطبقه العامله على السلطه. في الحقيقه وضحت نظريه تروتسكي جدا في بلدان الربيع العربي وبلدان الشرق الاوسط، لان مثلا لو افترضنا ان ثوره 19 دي ثوره برجوازيه ديمقراطيه، البرجوازيه المصريه لما لو قلنا لو صح التعبير انها انتصرت في ثوره 19 ما عملتش اي مهام ديمقراطيه، ما وزعتش الاراضي على الفلاحين، ما عملتش اصلاحات ديمقراطيه، حظرت النشاط الشيوعي، قمعت اضرابات العمال. ف
فده يرجعنا لموقف تريسكي ان هو قال ان البرجوازيه في بلدان الراسماليه المتاخره طبقه رجعيه بامتياز، طبقه ليها مصالح مع الامبرياليه. لو نشوف سعد زغلول كان بيقعد مع السفير الانجليزي وبيحصل منهم توافق. سعد زغلول نعت الثوره اللي هي جابته من المنفى بانها ثوره جياعه وثوره فوضويه. طيب موقف تاني من في الوضع المصري، الموقف المصري اول ما قامت ثوره 52 بعض التنظيمات الشيوعيه او معظمها بالاحرى يعني قالوا ان هي دي الثوره الديمقراطيه البرجوازيه وان احنا لازم نكون كلنا ورا البرجوازيه الوطنيه متمثله في العسكر عشان ننجز المهام دي وبعد كده نتحول للشيوعيه. طيب حصل ايه من الثوره الديمقراطيه دي؟ موضوع هي وزعت الاراضي، بس وزعت الاراضي على الفلاحين، مش عملت اصلاح زراعي محدود نسبيا، ما استفادش منه المعدمين، استفاد منه اللي هم اصحاب الملكيات المتوسطه، لكن ما استفادش منه المعدمين، على من باب الحريات السياسيه خمع اول اضراب قام بعد ثوره 52 اتعدم فيه اثنين عمال واتقمع الاضراب كله. قمع الاحزاب الشيوعيه لغايه اما انضوت تحت جناح الدوله في الاتحاد الاشتراكي. فالاطروحات اللي بتقول ان ثوره ديمقراطيه بعدها ثوره اشتراكيه او ثوره على مرحلتين، يعني في الواقع المصري خلينا نحلل الواقع المصري مش الواقع الروسي، في الواقع المصري اثبت الفشل ان هو ناصر سواء سعد زغلول او عبد الناصر او السيسي حاليا كل دول ما انجزوش اي مهام من مهام الثوره الديمقراطيه. طب احنا كان تروتسكي بديله ايه؟ تروتسكي بديله هو الطبقه العامه، حتى لو كانت في البلدان شبه المستعمره او البلدان المتخلفه عددها قليل، احنا طبعا في مصر او في روسيا او في روسيا ايامها يعني في مصر او في الهند او في الجزيره العربيه الطبقه العامله حجمها صغير نسبيا، لسه ما اتطورش وعيها بمقدار مثلا تطور الوعي عند الطبقه العامله الامريكيه او الطبقه العامله الانجليزيه او الطبقه العامله الالمانيه. عدم تطور الوعي ده كانوا بيقولوا ان هو محتاجين مرحله ديمقراطيه. للاسف المراحل الديمقراطيه اللي هم ادعوا انها مراحل ديمقراطيه ما قدتش بينا. تمام. مثال تاني للي حصل كاثبات يعني على الثوره الدائمه في ايام حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي. عملت الثوره الصينيه سنه 1926 تقريبا 1925 وكان راي ستالين بالرغم من ان ستالين جه في الحكم والبلاش تقوم في الحكم بناء على نظريه الثوره الدائمه الا ان ستالين تنكر لكل ده ونصح الحزب الشيوعي عن طريق الكومنتر او امر مش نصح امر الحزب الشيوعي الصيني عن طريق الكومنتر ان هو ينضم الى الكومنتر. الكومنتر ده مجموع حزب برجوازي. هو ستالين ساعتها قال ده حزب متعدد الطبقات، لكن هو كان في قيادته القياده البرجوازيه، وقال لك لازم الحزب الشيوعي الصيني ينضم في الكومنتان دي عشان ننجز مهام الثوره الديمقراطيه وبعد كده تحصل ثوره اشتراكيه في الصين. فايه اللي حصل؟ انضم الحزب الشيوعي والعمال الصينيين، الحزب الشيوعي اللي كان بيتمتع بشعبيه جارفه وسط الطبقه العامه الصينيه، انضم تحت في حزب الكومنتان دي وانتصرت الثوره في بعض المناطق على الامبرياليه كانت اليابانيه تقريبا. ثم زعيم الحزب البرجوازي ده التفت للحزب الشيوعي الصيني اول ما انتصر وبقى هو في الحكم، التفت للحزب الشيوعي الصيني ده وبدا يقمع الاضرابات العماليه. الحزب الشيوعي الصيني ما اكتفاش ان هو تزين كومينتانج، لا دعا العمال ان هم ما يضربوش. طيب قمع الاضرابات العمال ثم التفت للحزب الشيوعي ذات نفسه وبدا يعدم فيهم وبدات محاكمات. فاستلم بدلا من انحرافه ناحيه اليمين وخلى الحزب الشيوعي الصيني ينضم للبرجوازيه، انحرف يسارا تماما ودعا الحزب الشيوعي الصيني اللي هو كان ساعتها عضويته قلت تماما وبقى 5000 عضو في مقاطعه واحده في الصين اللي هي كانتون، دعاهم للقيام بانتفاضه مسلحه. الانتفاضه المسلحه دي تم قمعها تماما. فنطلع من هنا ان الطبقه العامه يعني ان الطبقه العامله في البلدان الراسماليه المتخلفه ايوه طبعا عندنا وعيها متاخر. طبعا ما فيش اصلاحات للراسماليه متاخره. طيب بس ما فيش غيرها هو اللي هيقدر ينجز مهام الثوره الديمقراطيه وبعدها الثوره الشعبيه. طيب السالمين بيوجهوا لتروتسكي ان هو
طيب الرأسمالية المتخلفة دي أو البلد الرأسمالية المتخلفة دي لما نعمل ثورة اشتراكية فين الموارد بتاعتها؟ زي ما بيقولوا هنا في مصر لو احنا قعدنا نقول حد أدنى وأقصى الأجور وملكنا لعمال المصانع ده لو ثورة اشتراكية يعني أو كده احنا هنجيب موارد منين؟ استكمال لنظرية الثورة دايما توبيدسكي ما اكتفاش إن هو قال لك إن الطبقة العاملة هي اللي تستولى على السوق. لا قال إن الطبقة العاملة لازم تستولى على السوق أو لازم تلاقي مساندة من ثورات البلدان المجاورة ومن ثورات البلدان المجاورة المتقدمة بالأساس عشان تساعد الثورة المنتصرة في البلد دي. في حاجة تانية بيتكلموا إن لتروتسكي أنكر دور الفلاحين في الثورة وإن هو من باب إن هو قال إن هما ما ينفعوش ياخدوا دور مستقل ما ينفعوش ياخدوا دور سياسي مستقل أو كده. تروتسكي ما أنكرش دور الفلاحين بيتكلم إن الفلاحين في بلد نسبيا متخلف رأسماليا يعني ان هم هيبقوا الاغلبيه وعددهم النسبه هيبقى اكبر من عدد العمال بكتير بس هم ما لهمش موقف مستقل فعشان كده لازم يبقوا تحت قياده البروليتاريا اللي هي ليها مصالح مشتركه وليها مصلحه مباشره في تطبيق البرنامج الاشتراكي. طيب الثوره الدائمه الان هل ما زالت تصلح بقى الكلام بتاع تروتسكي الجميل ده اللي هو ايام روسيا وكده واللي هو انتصر بيه الثوره في روسيا وبعد كده انهزمت يعني هل ما زال يصلح في الربيع العربي؟ خلينا نتكلم في مصر مثلا وتونس اللي هم اول بلاد شكت في الثوره العربيه او ما يسمى الربيع العربي يعني عندنا في مصر هنا في 2006 اللي بدا موجة الحراك السياسي في مصر قبل الثورة واللي مهدت للثورة دي هي إضرابات العمال من سنة 2006 إضراب ضرائب مصلحة الضرائب العقارية ومن بعدها إضرابات غزة المحلة ومن بعدها توسع موجة الإضرابات في قطاعات عمالية كبيرة جدا وبعد كده بدأ حراك سياسي متمثل بقى في حركة كفاية متمثل في حركات شبابية متمثل طبعا في المنظمة عندنا اللي هي حركة الشبابيين السعودية اللي بدأت فالطبقة العاملة المصرية هي اللي بدأت هي اللي حركت المشهد السياسي في مصر بعد موجة الإحباط في التسعينات وبعد موجة الجذب الثوري في التسعينات والثمانينات هي اللي حركت الوضع تاني. طيب لما قامت الثورة في آخر ثلاث أيام هو اللي وقع مبارك هي الإضرابات العمالية، كان ممكن مبارك يستمر أكثر من 18 يوم دول، لكن اللي وقع مبارك هو خوف الطبقة الحاكمة من توسع موجة الإضرابات العمالية اللي في آخر ثلاث أيام دي تشمل البلد كلها مستحيل السيطرة عليها، مستحيل الركوب عليها مع مصر يعني. في تونس الاتحاد العام الشغل التونسي ده هو يعني من الناس يعني من الكيانات المؤثره جدا في الثوره التونسيه من الكيانات اللي شاركت بقوه في الثوره التونسيه ودعت العمال للاضراب وعلى اثرها تنحى من عدن. الثوره السوريه لو نيجي نتكلم عنها برضه في الربيع العربي مأساة الثوره السوريه ان الطبقه العامله السوريه تنظيماتها كلها متدمرة عن طريق بشار، فالتنظيمات دي اللي كان ممكن من خلالها يشاركوا في الثورة أو كان ممكن أو تنظيمهم النقابي ده كان ممكن يدفعهم سنة على طريق الثورة، الثورة السورية مأساتها إن الطبقة العامة ما شاركتش بقدر كافي أو ما شاركتش بكتلتها الأساسية كطبقة، هم مشاركين أساسا كأفراد، لكن مشاركتهم كطبقة عن طريق الإضرابات أو عن طريق إضراب عام أو عن طريق أسرة مدني ده مش موجود، فعشان كده حصلت أزمة في سوريا، أزمة في الثورة السورية بتتحول بيحاول بقى بيتأمر عليها الكل سواء روسيا أو سواء أمريكا سواء الجيش الحر سواء يعني جبهة النصرة أو سواء الجيش العربي في سوريا. مجدي عمل عرض رائع ومتكامل عن الثورة دايما وربط فيه ما بين ازاي نزلت اصلا فكره الثوره الدائمه دي بالحوار اللي كانت عليها كان عنها في روسيا وربطها بالربيع العربي كمان ها فده رائع جدا. عايز اضيف كام حاجه صغيره عن الفكره اصلا حكايه التطور المركب ولا المتكافئ عايز اضيف عنها حاجه فكره انه البلدان اللي ما تسمى متاخره دي او متخلفه هي بتنضم بشكل ما من الاشكال كانت تاريخيا للرأسماليه العالميه. يا اما كمستعمره يا اما كشيء تابع يا اما كدويله يا اما برمجه. بمعنى البلدان التي قدمت حديثا للرأسماليه بيبقى بتتصف بحاجتين انه العلاقات الاجتماعيه اللي فيها غالبا قديمه.
ومتخلفه ومتاخره حتى عن الراسماليه. بس بتضطر لما تلحق بالنظام الراسمالي تضطر او في شرائح داخلها تستفيد بانها تستجلب احدث انجازات النظام الراسمالي. فبالمنطق ده فاهمين قصدي؟ فيبقى عندك الفلاح المصري مثلا شغال بالفاس نفس الفاس اللي كان اشتغل بيه من 4000 سنه هو على الشفوف البرديات القطاع ده هو. انما في قطاع تاني تلاقي اعلى تكنولوجيا موجوده في العالم وهي ايه؟ ده تطور مركب ولا متكامل. ده بيعمل ايه؟ ده بيقوي دور الطبقه العامله في البلدان دي بما لا يقاس. مش انه بيضعف دور الطبقه العامله، ده دي اضافه كانت قويه جدا لتروتسكي، انه قال انه في الحاله دي الطبقه العامله بتبقى ماسكه في الواقع قلب الاقتصاد، وعلى صغر حجمها ممكن توقف الاقتصاد كله، وقالها اذا ثقل اقتصادي من ثم اجتماعي وسياسي اعلى بكتير من حجمها. الحاجه الثانيه اللي بيعملها التطور المركب اللا متكافئ ايه بقى؟ انه في الواقع بيزيد من خميره الثوره في البلد دي. بمعنى ايه؟ انه اسباب الثوره في البلد اللي من الشكل ده مش بس انه العمال عايزين يسيطروا على الانتاج عشان فائض القيمه اللي بيتاخد منهم وكذا، لا ده بيبقى فيه الفقر مشكله. ها ناس كتير عايزه تصور، فيه خميره اكبر من الثوره. الفلاحين غالبا مش لاقيين ياكلوا او بيشتغلوا اقنان في الارض والارض للبشوات وكذا، دي برضو خميره للثوره. الطبقات المتوسطه غالبا بتبقى معصوره، ها وبتلاقي طبعا الفارق رهيب ما بين الطبقات الحاكمه والطبقات المحكومه، وغالبا بتعاني من التبعيه او حتى الاستعمار المباشر. فكل المشاكل دي اللي منها كتير قوي نابع من انه هذا البلد متاخر، هو في ذاته بيخلق زخم العمليه اللي اسمها الثوره الدائمه، اللي هي كميات فئات كتيره من المجتمع مش من مصلحتها المباشره، مش شايفه من مصلحتها المباشره انها تتجه نحو الاشتراكيه، ولكن نتيجه ليه؟ انه الطبقه البرجوازيه الطبقه الحاكمه دي طبقه مضاده للثوره بشكل كامل، وغالبا مضاده للاصلاحات بشكل كامل. فلا تجد تلك الفئات زي الفلاحين اللي انت قلت عليهم نصير حتى في مطالبها اللي هي مش اشتراكيه، عايزه توزع ارض، توزيع الاراضي ده مش مطلب اشتراكي مثلا، ها؟ الا الطبقه العامله اللي هي بتهدف الى الاشتراكيه او اللي بتحلم بالاشتراكيه او اللي بتناضل من اجل الاشتراكيه. ولذلك لسبب اخر البلدان دي مرشحه فيها الطبقه العامله ان هي تقود الثوره بشكل حتى اكبر من اي حته ثانيه. بس في حته هنا مهمه بقى اضافها تروتسكي، قال انه ده ممكن يحصل، انه ده مش حتمي، مفيش حاجه حتميه في الموضوع. الماركسيه اصلا ما تعرفش الحتميه. وتروتسكي ما يعرفش الحتميه، عشان كده تروتسكي دي مقوله شهيره انا رايي لازم احطها حلقه في ودننا في الربيع العربي وما بعد، هو انه لن تنجح ثوره بدون حزب ثوري. وأما زود كمان قال أو فوق حزب ثوري أو تحت حزب ثوري أو إلى جانب حزب ثوري. الثورة لن تنجح إلا بحزب ثوري. ففي كتاباته اللي هي ده لحد هنا احنا بنتكلم على كتاباته سنة 1905. بعد كده كتاباته سنة 1928 لما هو نفسه اكتشف إن النظرية دي ممكن تطبق على مستوى العالم، هو ما كانش واخد باله من ده. وهنا كان استفاد هو من التجربة الصينية، قال يا ده نفس عملية التناقضات دي اللي أنا كنت بتكلم عليها في روسيا دي تنطبق بالظبط على الصين، إذا تنطبق على شبه الكوادر. هنا كمل وقال ولكن ده ممكن يحصل لو الطبقة العاملة قادرة على إنها تقود الطبقات الأخرى دي. لو مش قادرة على إنها تقود الطبقات الأخرى دي مش هتحصل. إزاي تبقى قادرة على ده؟ قال لك ده بيعتمد على نضاليتها، يعتمد على وعيها، يعتمد على مستواها الثقافي، يعتمد على كونها عندها حزب ثوري ولا ما عندهاش حزب ثوري. طيب لو عندنا الظروف الموضوعيه دي وما فيش الحزب الثوري ايه اللي يحصل؟
عندنا لسه مثلا في بلد فيها نفس المشكله اللي احنا بنتكلم عليها دي، مشكله بس الاستقلال الوطني. ها، حسب نظريه تروتسكي في الثوره الدائمه يقول ان الاستقلال الوطني ده هو مش هيحققوا البرجوازيه. فاحنا ما نقدرش نقول عايزين ثوره برجوازيه وطنيه ديمقراطيه عشان تتخلص من المستعمر الاجنبي. ها؟ في حين انه المفروض حسب الافكار الكلاسيكيه انه الاستقلال الوطني ده جزء من الثوره الوطنيه الديمقراطيه البرجوازيه اللي بتقودها البرجوازيه. فقال لك لا، البرجوازيه مش من مصلحتها انها تتخلص من الاستعمار، بل بالعكس لو بصينا كويس هنلاقي ان هم ممكن يكونوا ركيزه الاستعمار في البلد، ده هم مستفيدين من الاستعمار في البلد. يبقى في الواقع الاستقلال الوطني مش هيجي ولم يتحقق الا في غمار الثوره الدائمه اللي هي بتبدا على مطالب برجوازيه بمعنى ما، ديمقراطيه بالمعنى الواسع، وتتعمق في قياده الطبقه العامله لو استطاعت انها تشد بالطبقات اللي وراها فتحقق الاستقلال الوطني. تمام؟ طب وافرض مفيش الحزب ده بقى. التاريخ طرح حل تاني، ما عملش لا ثوره دايمه ولا عمل حقق الاستقلال الوطني في غمار النظام النهج الاشتراكي. هو توني كليف في يوم من الايام سماه الثوره دايما المنحرفه. ايه الثوره دايما المحروفه دي او المنحرفه؟ هي انه بتبقى فيه الازمه الثوريه دي اللي فيها بتشتبك المطالب الوطنيه مع المطالب الديمقراطيه مع مطالب العداله الاجتماعيه، ولكن الطبقه العامله مش جاهزه لعدم وجود حزب، لعدم وجود التنظيم الكافي، لعدم انها هي تقود الطبقات اللي وراها من اجل تحقيق الاستقلال الوطني، ومن ثم البدء على طريق الاشتراكيه والثوره اعمى. فاللي بيحصل انه في الحاله دي طبقه عامله مش قادره، فلاحين لازم لهم قياده، الطبقه البرجوازيه طبقه رجعيه تماما ومبسوطه من الاستعمار، واياميها بالمناسبه لو تفتكروا مصر مثلا عيله القوم اللي هم كانوا سياسيا في حزب الامه لو تفتكروا، وحزب الاحرار الدستوريين، احمد لطفي بيك السيد ومش عارف مين، اسماء بقى كبيره دي، هم المثقفي العصر، احمد لطفي ده كان اسمه فيلسوف العصر، ودول اللي هم كانوا بيعبروا عن اللي هم ملاك الاراضي، وهم طبعا قيادات الحركه الوطنيه وهلم جرا، كان بيقول انه لا احنا ما نقدرش نطالب، ده اسماء الحركه الوطنيه بقى، كان بيقول الكلام ده مصطفى كامل مثلا، كان بيقول لا ده نوع من الرعونه، احنا ما نقدرش نطالب بالاستقلال دلوقتي، لازم الاول نتعلم الديمقراطيه. ادي يا سيدي، ادي البرجوازيه اللي كانت طالحه اياميها، لازم نحتفي بالانجليز لحد ما نتعلم منهم الديمقراطيه. عارفين زي ايه؟ بيفكرني بايه؟ اللي بيقول لك الشعب المصري مؤهل للديمقراطيه بط هوين، مش كده؟ مش قال كده الراجل بط هوين؟ كلنا عايزين، يعني مش مختلف عن خطاب عمر سليمان في الثوره المصريه برضه. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل انه لازم حل للفكاك ده، واحد من الحلول اللي التاريخ طرحها هو ان يجي مجموعه من البرجوازيه الصغيره، عاده من الجيش بالمناسبه، ها؟ شباب صغير اللي ابوه بوسطجي اللي بيشتغل مش عارف ايه، ويحاولوا هم يحققوا الاستقلال الوطني ده، بس في السكه دي مش بيبنوا الاشتراكيه، في السكه دي بيبنوا غالبا نظم راسماليه الدوله. انا بتكلم على ثوره 52 اللي متابعني. دي سماها كليف مثلا الثوره دايما المنحرفه، ان هي بتحقق بعض المطالب والاهداف اللي كان تروتسكي بيقول ان لا يمكن تتحقق بدون تدخل الطبقه العامله المباشر، ولكن لا ممكن يا تروتسكي لو الطبقه العامله ما اتدخلتش بشكل مباشر انه يبقى في من البرجوازيه الصغيره في حلول، بس على ايه؟ على شكل البرجوازيه الصغيره، على هيئه البرجوازيه الصغيره اللي هي بتعمل بس استقلال ذاتي عشان هي تعمل تراكم راسمالي بشكل شبه مستقل عن السوق العالمي، او تخش في السوق العالمي بعد شويه. فده كمان بيطرح التاريخ، وده بيزود خطوه على افكار تروتسكي اللي هو كان مزود خطوه على افكار لينين وماركس. وكمان انا من وجهه نظري شايفه مهم، لان هي بيوريك قد ايه الموضوع مش حتمي.
صراع الطبقات ده، وان الطبقه العامله للامام ومش الامام، ده ما فيهوش اي نوع من انواع الحتميه. يرجعنا تاني للفكره الاساسيه اللي انا بحب اشدد تحتيها 100,000 خط، التنظيم الثوري. التنظيم الثوري واهميته في الثوره. وبس ده اللي كنت عايز اضيفه.